تداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي مشاهد مؤثرة لطفل صغير يحمل ماعونا بيده وهو يبحث عن طعام لسد جوعه، لكن الفيديو الذي تتابعونه حمل مفاجآت أخرى، وهي إقدام أطفال آخرين على اقتسام ومشاركة طفل ما بيدهم من طعام، الأمر الذي أدخل السرور على الطفل الذي يحمل الماعون وبه قليل من الطعام. لكن المفاجأة هي الأكثر تأثيرا، هي توجهه إلى أمه لمشاركتها ما جاد به أقرانه عليه. نتابع هذا الفيديو. أكل؟ خلاص غيره، يلا غيره، يلا غيره. مشاهد علق عليها أحدهم يسمى مصطفى عطاء الله، إذ قال: هذا الصغير بنظراته هو لا يرى كيف سيعود لأمه بلا طعام رغم أنه انتظر طويلا، ماذا أو لماذا لم يكن الطابور عند حسن ظنه وملأ له الوعاء ليسد جوعه لهذا اليوم. لكن عندما قاسمه الصغار طعامهم شعر بالانتصار وعاد لأمه فرحا. فعلا غزة مصنع الرجال.